الأحد 21 من يوليو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس. والبداية بالعناوين: أزمة النفايات في ليبيا ملف مفتوح ينتظر حلولا. بأكثر من مليوني دينار كشف تفاصيل عملية نصب في بنغازي. وحماد يطالب بتعجيل حل ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا تطلع بلاده لتعزيز الشراكة والتعاون مع ليبيا في مجال الطاقة المتجددة ومواصلة المحادثات المتعلقة بإحياء مشروع بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية على سواحل ليبيا تتصل بالجزر المالطية عبر رابط كهربائي، مما يمكن البلدين من تصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية. وفي تصريحات نقلها موقع إندبندنت المالطي، أكد أبيلا أن ليبيا تملك إمكانات اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى مالطا وقطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن قضايا الاستثمار كانت أحد المحاور الرئيسية في محادثات أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي. في موضوع آخر، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للتشغيل التابعة لها ومجمع عمال مصر والهادفة إلى المشاركة في تدريب 25,000 باحث عن العمل بالداخل. وقالت الحكومة إن الطرفين بدأ اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تشكلت بقرار وزير العمل وتأهيل عبد الله رحومة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بهدف وضع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. وانعقد الاجتماع الأول للجنة الأربعاء الماضي في مقر مجمع عمال مصر، حيث جرت خلاله مناقشة أولويات التعاون ووضع حزمة من التوصيات لتفعيل بنود مذكرة التفاهم. بدأت خيوط عملية نصب تتكشف في بنغازي بعدما ألقت الشرطة القبض على شخص يعمل في تجارة العملة احتال على مواطن في مبلغ تجاوزت قيمته مليوني دينار. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة إلى قسم البحث الجنائي في بنغازي شكوى من مواطن يتهم فيها شخصا يعمل في تجارة العملة بالنصب عليه في مبلغ قدره 2,760,000 دينار، وفق بيان صادر عن مديريات أمن بنغازي. وعندما علم المتهم بشكوى المواطن، عرض عليه مبلغا قدره 1,400,000 دينار لسحب شكوى، وهو ما رفضه الأخير ليتمكن رجال البحث الجنائي من القبض على تاجر العملة وإحالته موقوفا إلى النيابة العامة. في موضوع آخر، عقدت اللجنة الرئيسية أو رئيسة لشركات المتعثرة والمنسحبة اجتماعا موسعا مع مديري شركات الأشغال العامة، والذي أشرف عليه وزير العمل والتأهيل عبد الله رحومة وترأسه دكتور مفتاح حواس. إذ انعقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت، وذلك بحضور مديري شركات الأشغال العامة من بنغازي، سبها، درنا، الجبل الأخضر والخمس. وركز النقاش على تنفيذ الحلول الجذرية لمشكلات الشركات المتعثرة والمنسحبة، بالإضافة إلى وضع خطط عملية لتحسين أوضاع العاملين بها، وذلك بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حمد. ولمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الملف، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ كمال الثابت، الناطق الإعلامي لحراك عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة. أهلا بك أستاذ كمال، وبداية حدثنا عن مخرجات هذا الاجتماع. مرحبا. في البداية نشكر قناة الوسط على تسليط الضوء على ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة ومعاناة العاملين بهذه الشركات. طبعا وزارة العمل في مؤخرا أصبحت في حالة طوارئ من خلال اهتمامها بملف الشركات المتعثرة والمنسحبة، وهذه الشهادة نشهدها لوزير العمل بحكومة الحكومة الليبية، وأيضا هناك اهتمام من رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد اهتمام لهذا الملف. طبعا كان هناك اجتماع بمدينة سرت بخصوص إيجاد حلول جذرية وتنفيذها، وهذا الاجتماع طبعا حضروا مجموعة من مدراء شركات الأشغال العامة، وتعهدت وزارة العمل بتنفيذ هذه الحلول الجذرية اللي تتمثل في توزيع العاملين بالشركات المتعثرة، توزيعهم على الجهات العامة وتسوية أوضاعهم الوظيفية،
وايضا تعهدت وزاره العمل والحكومه الليبيه برئاسه الدكتور اسامه حماد بصرف المستحقات الماليه لجميع العاملين بالشركات المتعثره. اليوم ايضا انعقد اجتماع بين وزير العمل والمسؤولين في وزاره العمل بحضور مجموعه من عمال الشركات المنسحبه، وتعهدت وزاره العمل لعمال الشركات المنسحبه انها تسوي لهم اوضاعهم الوظيفيه وتوزعهم على الجهات العامه وايضا تصرف لهم مستحقاتهم السابقه. طبعا احنا في حراك عمال الشركات المتعثره والمنسحبه نشجع اي خطوه عمليه تقوم بها اي جهه حكوميه في بلادنا، نعم، تساهم في انهاء معاناه عائلات العمال بالشركات الشركات المتعثره والمنسحبه. ونطالبوا ان تكون هناك خطوات عمليه وفق جدول زمني، احنا نبوا جدول زمني يحدد متى تنفذ هذه الحلول الجذريه، متى يتم توزيع العاملين بالشركات المتعثره والمنسحبه وفق جدول زمني. يعني لم يتم تحديد استاذ كمال، لم يتم تحديد المده الزمنيه التي سيتم فيها تنفيذ هذه التعهدات؟ هو والله وزير العمل في الاجتماع قال ان شاء الله نبدو في هذه الاجراءات في شهر اغسطس، لكن ان شاء الله يكون تعهد وزير العمل صحيح وملزم لكل الجهات الحكوميه في الحكومه الليبيه، لان طبعا الملف الشركات المتعدده والمنسحبه يحتاج الى جهد من رئيس الحكومه الليبيه الدكتور اسامه حماد، والدكتور اسامه حماد يحاول يدعم هذا الملف. احنا الان في حراك عمال الشركات المتعثره نطالبوا بجدول زمني واضح بخصوص صرف مرتبات جميع العاملين بالشركات المتعثره، ونطالبوا ان تكون هناك حلول جذريه قبل موضوع تفعيل الشركات او حلها او اعاده هيكلتها. احنا دائما نطالبوا في الحراك بان تصرف مرتبات العمال قبل ويتم توزيعهم على الجهات العامه، وبعد ذلك تتفرغ الحكومه الليبيه لملف تقييم اصول الشركات او اعاده تفعيلها او حلها. واحنا الان في الحراك ندعم اي جهد تقوم به وزاره العمل بالحكومه الليبيه. وزاره العمل بالحكومه الليبيه مشكوره، قائمه بجهد مميز، لكن تحتاج الى دعم كبير من الحكومه الليبيه برئاسه الدكتور اسامه حماد. واحنا في حراك عمال ليبيا اللي يمثل عمال ليبيا في المنطقه الشرقيه وعمال ليبيا في المنطقه الجنوبيه والمنطقه الغربيه. نساعد وندعم ونرفع القبعة لأي مسؤول ليبي يحل مشكلة عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة. كم عدد هؤلاء العمال أستاذ كمال؟ عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة طبعا عددهم الإجمالي 20,000، عدد عمال الشركات المنسحبة حوالي 3,000، وعدد عمال الشركات المتعثرة حوالي 17,000. نعم، واضح. شكرا لك أستاذ كمال الثابت، الناطق الإعلامي لحراك عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة. نمر الآن إلى ملف آخر. تتكدس النفايات في المدن الليبية أو تكدسها هي آفة، لأن عرفت انفراجا طفيفا في السنتين الأخيرتين فإنها لا تزال تؤرق الأهالي رغم المحاولات الحثيثة لوزارة الحكم المحلي لحل هذه الأزمة من جذورها. تفاصيل مساعي الوزارة للقضاء على هذه المشكلة وآخر مستجدات هذا الملف تتابعونها في هذا التقرير. ضمن مساعي لحلحلة ملف النفايات في طرابلس، أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عن عزمها إبرام اتفاقية تعاون ثنائي مشترك مع تونس في مجال التخلص من النفايات. ويهدف إبرام اتفاقية تعاون ثنائي مشترك بين الدولتين إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الليبية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين بوزارة الحكم المحلي من مختلف التخصصات الذين يعنون بالتخلص النهائي للنفايات الصحية وغيرها من البرامج الفنية الأخرى لتحسين الممارسات المتعلقة بإدارة النفايات والحفاظ على البيئة. وسبق أن أطلقت وزارة الحكم المحلي في يناير الماضي مشروع بناء القدرات لإدارة النفايات البلاستيكية في منطقة طرابلس الكبرى بالتعاون مع مكتب خدمات الأمم المتحدة للمشروعات. وقد أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في كلمة آنذاك أن هذا المشروع يمثل نقطة الانطلاق لإعادة
صياغة استراتيجية النفايات الصلبة بالوزارة، مشيرا إلى أن المخلفات التي يجرى وضعها في غير مكانها بطريقة مختلطة دون فرز ومنها البلاستيك تعد من أخطر أنواع المخلفات، حيث يحتاج البعض منها إلى سنوات طويلة ليتحلل في الأرض. محاولات حثيثة حاولت من خلالها وزارة الحكم المحلي جد حل لآفة النفايات التي أرقت أهالي طرابلس منذ سنوات، فلا يخفى أن عشوائية إدارة هذا الملف خلال الأعوام الماضية أدت إلى تعاظم المشكلة إلى حد باتت معه الحلول المطروحة في ذاك الوقت غير مجدية. يبقى المواطن أمام خيارين، إما تكدس النفايات في الطرقات أو مكبات عشوائية قد تتحول مع الزمن إلى قنابل موقوتة بسبب غياب الحلول العلمية المستدامة. ولئن بدأت بوادر الانفراج في هذا الملف تلوح في الأفق خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بعد نقل اختصاصات شركات النظافة الحكومية للبلديات وتشريك القطاع الخاص، فإن التخوف من عودة مشاهد تكدس النفايات على قوارع طرقات المدن الليبية يبقى كابوسا يؤرق الأهالي. فقد سبق أن قدمت حكومة الوحدة الوطنية وعودا بحل هذه الأزمة من جذورها، لكن انتشرت المكبات العشوائية في أحياء وطرقات فرعية في محاولة حينها للتخفيف من التكدس بسبب العجز عن نقلها إلى المكبات الأساسية خارج المدن. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون حينها أن أزمة النفايات أزلية في ليبيا، فرغم الميزانيات الكبيرة التي كانت تخصص للشركات الحكومية ورغم نقل اختصاصات هذه الشركات للبلديات ثم إلغاء هذا القرار وإلحاق شركات الخدمات العامة للنظافة بوزارة الحكم المحلي، فإن ملف النفايات في ليبيا لا يزال مفتوحا وينتظر الحلول. في ملفنا الدولي لليوم، يعد الدجاج أحد أكثر الأطعمة شعبية في العالم، وفي هذا التقرير نعرض أكثر البلدان إنتاجا وكذلك أحجام الاستهلاك. بداية، بلغ عدد الدجاج في العالم عام 2023 أكثر من 34.4 مليار دجاجة بمعدل 4 دجاجات لكل شخص وفق ما ذكرت مؤسسة عالم الحيوان، وذلك يسجل ارتفاعا من 14.4 مليار دجاجة عام 2000. عام 2023 أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 21 مليون طن طري من الدجاج اللحم، وهي أكبر منتج للحوم أو للحوم الدجاج في العالم. وتأتي البرازيل في المركز الثاني ب 14.9 مليون طن متري من الدجاج اللحم عام 2023 وفق منصة ستاتيستا الإحصائية. وتتمتع صناعة الدجاج بأهمية اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، إذ يعد إنتاج الدواجن استثمارا مستقرا يوفر بروتينا حيويا عالي الجودة بأسعار معقولة وفرص عمل ودخل لأصحاب المزارع الصغيرة. تلعب صناعة الدواجن دورا حيويا في ضمان الأمن الغذائي العالمي وتلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية عالية الجودة. توسع سوق لحوم الدجاج العالمي بسرعة في السنوات الثلاثين الماضية، وبلغت قيمة سوق الدجاج العالمية 312.1 مليار دولار عام 2022. ارتفع حجم سوق الدواجن العالمي إلى 360.5 مليار دولار عام 2023، ويعزى النمو التاريخي في سوق منتجات لحوم الدواجن إلى التوسع الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، أيضا زيادة استهلاك اللحوم في العالم وزيادة الوعي بالفوائد الصحية للحوم الدواجن وأيضا الدخل المتاح. نقدم لكم اليوم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحوم الدجاج عام 2023 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. في المرتبة الأولى نجد الولايات المتحدة الأمريكية ب 21.08 مليون طن متري، البرازيل مرتبة الثانية 14.9 مليون طن متري، المرتبة الثالثة الصين ب 14.8 مليون طن متري، رابعا دول الاتحاد الأوروبي ب 11.06 مليون طن، وخامسا روسيا ب 4.88 ملايين طن متري. نجد في المرتبة السادسة المكسيك ب 3.89 ملايين طن متري، سابعا تايلاندا 3.45 ملايين طن متري، الأرجنتين في المرتبة الثامنة ب 2.33 مليون طن متري، وتاسعا تركيا 2.33 طن متري،
المرتبة العاشرة كولومبيا ب 1.89 مليون طن متري، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للدجاج اللاحم في العالم عام 2023 وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا. البرازيل في المرتبة الأولى 4.75 ملايين طن متري، ثانيا الولايات المتحدة 3.34 ملايين طن متري، ثالثا دول الاتحاد الأوروبي 1.7 مليون طن متري، رابعا تايلاندا مليون طن متري واحد، خامسا تركيا 600 ألف طن متري. أما في المرتبة السادسة نجد الصين ب 535 ألف طن متري، وسابعا أوكرانيا 450 ألف طن متري، ثامنا المملكة المتحدة ب 275 ألف طن متري، روسيا في المرتبة التاسعة 250 ألف طن متري، وبيلاروسيا في المرتبة العاشرة 165 ألف طن متري. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلاس متواصل، والآن إلى آخر فقرة أسواق بلاس، وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع العسل بطرابلس. توفر لدى المركز المبيعات الجمعية جميع أنواع العسل المحلي الطبيعي إنتاج السنة هذه 2024. طبعا هذا المنتج عسل ربيعي، طبعا الكيلو ب 50 دينار والنصف كيلو ب 25 دينار. طبعا العسل الربيعي معروف انه هو فيه مجموعه فيتامينات مقوي ومنشط عام للصغار للذكاء، طبعا كويس حتى للبشره لمجموعه علاجات جلديه. اما العسل السدرة زي ما هو معروف، طبعا الكيلو ب 90 دينار والنصف كيلو ب 45 دينار، معروف اللي هو لعلاج المعده والامراض المزمنه، عليه طلب من ناحية علاجية. أما العسل الربيعي فيعتبر نوع من الفيتامينات والمنشطات الشبه يومية طبعا. وعندنا عسل الزعتري، عسل الزعتري معروف أنه عسل للكحة، لالتهابات الصدر، للمف الحنجرة. طبعا هو العسل استخدمناه وكانت عليه دعاية كويسة في أثناء فترة كورونا، كانت نسبة مبيعات ممتازة جدا. عسل الزعتري الكيلو ب 40 دينار ونص كيلو ب 20 دينار. يوجد لدى المركز المبيعات الجمعية بدل وكاملة ونفوس مختلفة الأحجام والأسوار، هذا طبعا 45 دينار، صناعة إيطالية، بدل سورية، بدل هندية، طبعا هذه كاملة ب 100 دينار. كل هالخامة في اللي هذا صيفي، وهذه بدلة صيفية وهذه بدلة شتوية طبعا غليظة، وفي اللي فيها هذه نفوس طبعا، وفي اللي فيها قناع، وفي اللي ما فيهاش قناع، هذه 100 دينار طبعا هندية طبعا الصنع. وهذه طبعا العتله والشوكه اللي يحتاجها المربي اثناء عمليه استخدامها للنحل، طبعا هذه معروفه 10 دينار، كل 10 دينار، وهذه 5 دينار طبعا لفه السله. هذا طبعا العسل الحنون لاول مره يباع داخل مركز البيت وهذا النحل، لان هو العسل هذا طبعا طبي وسهل غشه وعليه طلب، واي حاجه عليها طلب وطبيه يتم نحاول ان الناس يخشوا فيها، ولكن احنا ناخذ فيها من مصدرها من منطقه الجبل الاخضر، من مربي من مدينه طرابلس، فعسل مضمون 100% باذن الله. هذا عسل السدر حكيت لكم عليه، وهذا عسل الزعتر حكيت لكم عليه، طبعا موجود ومتوفر في جميع انواع العسال الليبيه باسعار مناسبه جدا فتره اثناء الدوام الرسمي. هذه طبعا الحنفيه او الشيشمه للعسل للخزان او للفراغ، هي طبعا استنوا هذه الشوكه. هذه طبعا ادويه، هذه حتى هي 25 دينار وهذه 10 دينار. طبعا هذه معدات ان لما الانسان يمرض الحيوان يمرض، حتى النحل يمر بمرض اسمه الفروه، هذه ما لهاش حل الفروه، فهذا ادستان سيني استخدموا فيه لعلاج الفروه. هذه الشمعه ماضي تعتبر شمعه كويسه تتلائم مع الظروف الليبيه، تتحمل درجات الحراره من اجل انواع الشمع المصري الموجود داخل ليبيا. وهذه فرشه، وهذه غدايه اثناء تو وقت الشفاف النحل وتدني مستوى الانتاج النحل، والنحل في تراجع، فيفضل انك انت تعطيه مكتبوت، هذا من انتاج الجمعيه. هذه كل الحاجات نحاول احنا سعرها 7 دينار حاليا، كانت 5 دينار، تو نتيجه ارتفاع المواد الخام فوصلت ل 7 دينار. بهذه الجولة نصل إلى نهاية موعدنا اليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.